بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. المولى عز وجل صاحب القرار الأوحد في المنح والمنع، في الإحياء والإماتة، في البلاء والابتلاء، في الشفاء والسقم، في المرض والصحة، في العطاء والأخذ. هو الذي يملك شتى المتناقضات، يفعل هذا أو ذاك، يحيي أو يميت، يعطي الظلام أو يعطي النور، يعطي ما يشاء سبحانه وتعالى ملكه، يملك ملكه. هذه الجائزة خاصة بجائزة العلاج المجاني، جائزة العلاج المجاني. طبعا كما أخبرتكم لا عودة لموضوع العلاج كما أخبرتكم، لكن هذه الجائزة خاصة بأي مريض معسر وفقير وحالته فقيرة للغاية ومريض بجد، مش بقى مريض عنده شوية ورق قدام أو راح ظبط شوية ورق وجابهم لي، مش هيحصل، مش هيحصل. عاوز واحد يجرب فروسية إن هو يتسول من خلالي أو يضحك علينا ويقول لك أنا ضحكت على الناس دي، ويبقى جدع، يبقى شاطر قوي، لن يحدث. المرضى الحقيقيين أصحاب الحاجة الحقيقيين، وهنعمل تحرياتنا على الموضوع، مش هنسمح إلا بذلك، مش هنسمح إلا بالتحريات والبحث الدقيق والمعلومات والسؤال ومراجعة الوثيقة في مصدرها. يعني جايب لي شهادة من المكان الفلاني، هنشوف مصدريتها. ما هو ممكن، ما انا عارف برضه، ما انا يعني ما كنا بنطلع شهادات من عند دكاتره وعند ما اعرفش مين وبتاع، وكلها حاجات اي كلام، يعني يقول لك حبيبي خد وانه يعاني من لوثه عقليه، خد عشان يطلع براءه من ما اعرفش ايه مثلا يعني. لكن احنا هنتعامل مع شيء حقيقي بجد باذن الله. ف جائزه العلاج المجاني هي هتكون شهريه لخمس حالات فقيرة ومعدمة في شتى المجالات. يعني حد مثلا عنده كانسر، عنده فشل كلوي، عنده بيغسل كلى مثلا، بس بجد مش زي الاخ اللي كان بيعمل عليه شغل ده بتاع هو عارف نفسه يعني، ها المهم تعبان هذا وغيره، يعني غيره كتير يعني. فلا اشياء حقيقية وما بنجيش بال، وعارفين بنعمل، احنا عارفين بنعمل ايه، عارفين بنعمل ايه. المهم هتكون شهرية لخمس مرضى حقيقيين، وغالبا هنجيبهم من اماكن المستشفيات عشان نبقى عارفين يعني، لكن احنا هندي مجال للناس ان يبقى عندها مصداقية في عرض موضوعها. وهياخد 10,000 دولار خمس حالات، كل حالة يعني 50,000 دولار في الشهر. ليه اهتمنا بحالات العلاج اكتر من حالات المبدعين؟ لان المبدعين اصحاء، والمبدعين عندهم المستقبل، انما دي الناس بتعالج صحتها. فهتكون القيمة 10,000 دولار، والعطاء سري محدش هيعرف يعني، ما هتخافوش. لكن بس اللي هيجي يضحك علينا ده اللي هنجرسه وهنقول للناس وهنقول كل حاجة، فعشان كده يبقى جاي عامل حساب وبيراهن على فضيحته. ما هو اكيد برضه هيبقى هو حضرته مفضوح يعني، لا مش هتبقى همه، بس هنجرسه وهنكتشف، لانه جاي ياخد حاجه مش حقه، مش حقه، حاجه بتاع حد محتاج بجد، فاحنا هندي للمحتاج بجد. فان شاء الله باذن الله هتكون الجائزه شهريه مقدمه، برضه كل ده الجوائز مقدمه مننا، ما عدا جائزة القرآن الكريم مقدمة من سمو الشيخة بتاعت الكويت. لخمس حالات كل شهر في شتى الأمراض،
وغالبا احنا مش هنتعامل، يعني هم هيقولوا لنا احنا هنتعامل، احنا بقى ندفع لهم او نجيب لهم او يعني هنتولى احنا المسألة، مش هنقول له بقى خد روح اشتري لك حاجة واللي يفيد هات لك بيه جاتوه، لا احنا هنقوم بواجباته الطبية المطلوبة. مش هو بيحلم بكده؟ هنقف معاه. ست، راجل، اي حد، طفل كبير صغير، باي حالة، باي مرض، باي مرض، لكن مش في مجال العلاج في الحمل. يعني هتجي لي بقى واحده مثلا برضه عشان تبقى عارفين الكلام اللي انا بقوله ده مش خاص لا بالحمل ولا الدوره ولا الانجاب، لان دي حاجات دلع الناس بتعملها عشان عاوزه تخلف تتدلع، لكن احنا هنا عاوزين ننقذ ارواح ناس بامر الله، نساعد في انقاذ ناس، نساعد في انقاذ ارواح، في انقاذ ناس عندها امراض شديده ووضع خطير. فاتمنى ان يكون كلامنا واضح، اتمنى ان نبقى مستوعبين اللي بيحصل. طبعا شروط الجائزه برضه هيدخلوا على الفيسبوك على هذا على صفحتنا، وهيدخلوا على الفيديو ده ويقولوا احنا ايوه عايزين ندخل في المسابقه. طبعا ايه اسمه محدش عارف بقى موضوعهم ايه، بس احنا مش هنقول بقى ده لان كده كده احنا هنختار لسه، يعني احنا هيتقدم لنا ملايين الناس او عشرات الالاف، فاحنا هنختار 5 كل شهر، واللي هنختارهم مش هنجيب سيره لحد خالص ولا هنقول حاجه، يعني نبعت لهم وندي لهم حاجتهم وهيمشوا خلاص، سواء هيجوا لنا هنا هنبعت لهم هناك هنتصرف المهم، لكن هياخدوا حاجتهم بدون اي احراج ليهم مطلقا، دي شيء سري بيننا وبين ربنا. وبرضه هيكتب على اليوتيوب هيقول برضه انا عاوز ادخل في جائزه العلاج المجاني، وهو يكتب ده على الفيسبوك هنبعت له رساله خاصه على الفيسبوك نقول له ده رقم التليفون اللي حضرتك هنتواصل بيه معاك، او ده الايميل الخاص اللي حضرتك هنتواصل بيه معاك، ويبدا بقى يبعت لنا عليه الاوراق والمستندات والحاجات عشان نراجعها ونشوف ايه الامور. انا اعتقد ان شهر مش كفايه، بس نظرا لان الام الناس شديده فاحنا هنحسن الظن بالناس وامرهم الى الله مع قوه التحري وشده التحري مننا، لكن ما نقدرش نخليها كل شهرين، مش اختبارات هي مثلا بتاعت واحد بيعمل ابحاث والكلام ده، لا ده حد عيان لازم يكون سريع، لازم نكون عندنا سرعه معاهم، المروءه والدين يوجبوا علينا ذلك ويلزمونا بذلك. كل الحب والاعزاز والتقدير والموده، شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسعد بحضراتكم وبشرف بحضراتكم، والسلام عليكم.